بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي لم يزل متفردا بصفاته، الذي أنزل الكتاب على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. ثم أما بعد، أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله وبياكم، وبارك الله فيكم وحفظكم من كل مكروه وسوء، ووفقكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. بدأنا في الوحدة الخامسة وهي بعنوان آداب وسلوك، وتأخذنا نشاطات التهيئة وتعلمنا منها كيفية آداب التعامل مع الناس وعدم التجسس على الآخرين ومساعدة المحتاجين والفقراء، وخذنا أيضا نص الاستماع كان بعنوان التيامن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تيمنوا فإن في اليمين بركة، تيمنوا فإن في اليمين بركة. وتعلمنا كيفية احترام الآخرين والتعامل وآداب الحوار بين الناس واحترام آراء الناس وعدم التعدي أو الحجر على آرائهم. ثم بعد ذلك تناولنا نشيد محمد وديع، ولماذا يحب الناس محمدا؟ لأخلاقه المهذبة ولطاعته وابتسامته الندية ومساعدته للفقراء والمحتاجين وإسعاف المرضى وحبه للجيران والأهل والأصحاب. ثم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ اليوم في الدرس الأول من الوحدة الخامسة، وهو بعنوان آداب الزيارة. آداب الزيارة، للزيارة آداب، للزيارة آداب لابد من اتباعها. الزيارة يا شباب، لما أنا بزور عمي، جدي، خالي، عمتي، خالتي، لابد أن يكون هناك قواعد وآداب من اتباعها قبل زيارة أي إنسان. فتعالوا معي نتعرف على أهم الآداب المتبعة عند زيارة الآخرين. أولا نقول بالله التوفيق، الإنسان لابد أن يتصل قبل أن يذهب لزيارة إنسان، يأخذ معاد، يحدد موعد أولا لزيارة هذا الإنسان، ثم بعد ذلك يذهب في المعاد الذي حدده ولا يخلف موعده معه. ثم بعد ذلك اللي هو قلنا أول شيء الاستئذان، ثم بعد ذلك طرق الباب ثلاثا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، وإلا فارجع، فإن أذن لك وإلا فارجع، إن لم يأذن لك بالدخول ثلاث مرات ودق الجرس، ولا سوي إزعاج الآخرين، إن كان هناك أحد يرد علي فأدخل أو فتح لي الباب، وإن لم يرد علي أحد فلا أدخل. ثم بعد ذلك طرق الباب بهدوء وعدم إزعاج الجيران وعدم إزعاج أهل البيت. ثم بعد ذلك دخلت هذا المكان، عدم التجسس وتتبع عورات الآخرين، لابد أن أحترم هذا البيت ولابد أن أراعي حرمة هذا البيت. ثم بعد ذلك أيضا كتمان السر، إذا وجدت أي شيء في هذا المكان لا أفشيه، لابد أن أحافظ على أسرار هذا البيت ولا أطيل البقاء في هذا المكان حتى لا أسبب لهم أي مضايقات، لا أطيل البقاء في هذا المكان. يبقى شباب لابد علينا اتبع هذه الآداب عند زيارة الآخرين. أيضا عند الخروج لابد أن يأذن لي صاحب البيت بالخروج، وإذا قبل أن أنسى تركت الجرس أو تركت الباب لابد أن أقف على يمين الباب حتى لا أرى من بداخل البيت، ولا تقول أنا، لأن أنا هذه تدل على الأنانية، أنا فلان، حتى يعلم أهل البيت أن هناك إنسان غريب يدخل إلى البيت، احتراما لمشاعر الآخرين واحتراما لحرمة هذا البيت. طيب شباب، آداب الزيارة نبدأ وبالله التوفيق نقرأ الدرس أولا، ثم نناقش سويا ما به من مهارات ومفردات لغوية سويا إن شاء الله. عنوان الدرس هذا هو الدرس الأول بعنوان آداب الزيارة. آداب قلنا مفردها أدب، الزيارة مفرد وبها لام شمسية، والحرف الذي يأتي بعدها يكون مشددا، وأيضا بها مد بالألف وبها تاء مربوطة، والألف
لابد أن يكون ساكنا وما قبله مفتوحا، المد بالياء لابد أن يكون ساكنا وما قبله مكسورا، المد بالواو لابد أن يكون ساكنا وما قبله مضموما. طبعا التاء مربوطة نتعرف عليها في هذا الدرس أيضا يا شباب. من أهداف هذا الدرس القراءة السليمة المعبرة الجيدة، ثم بعد ذلك أيضا الكتابة وحسن الخط بخط جميل، ثم بعد ذلك التعرف على التاء المربوطة والتاء المفتوحة والفرق بينهما. التاء المربوطة تنطق تاء عند الحركة وهاء عند الوقف، فنقول آداب الزيارة عند الحركة، وإذا وقفنا عليه نقول آداب الزيارة. طب نبدأ بالله التوفيق، نقول يا شباب غابت وفاء عن المدرسة. اتفقنا سويا يا أبطال أن عند القراءة نقرأ جملة جملة ونقف عند الفاصلة أو عند النقطة أو عند علامة الاستفهام أو عند علامة التعجب وهكذا، ولا نقرأ كلمة كلمة. غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل. المعلمة سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء، فمن منكن تستطيع مرافقتي؟ التلميذات فكرة جميلة يا أستاذة، كلنا نريد مرافقتك. المعلمة علينا أن نلتزم آداب الزيارة، فمن تذكرنا بها؟ هذا أسلوب استفهام، فمن تذكرنا بها؟ هذا أسلوب استفهام. هند من آداب الزيارة أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة. شهد أن نقرأ الباب بهدوء. فاطمة أن نسلم ثم نجلس في المكان المعد للضيوف. أمل أن ندعو لها بالشفاء العاجل ولا نطيل البقاء ونستأذن قبل انصرافنا. وصلت الزائرات إلى منزل وفاء وقرعنا بابه بهدوء، سلمنا عليها ودعونا لها بالشفاء العاجل وجلسنا قليلا ثم انصرفنا. وبعد أيام شفيت وفاء وعادت إلى مدرستها بصحة وسلام وأمن وأمان. يبقى شباب هذا الدرس يتحدث عن آداب الزيارة وما الذي يجب علينا فعله عندما نزور الآخرين وأهم الآداب المتبعة في هذا الصدد. سوف نقرأه كمان مرة يا شباب ونستخدم به من مهارات ونناقشه سويا، وإن كان استطعنا أن ننهي في حصة وإن لم نستطع سوف نكمل بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة. آداب الزيارة، جمع الزيارة الزيارات. طيب غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل. المعلمة سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء، فمن منكن تستطيع مرافقتي؟ التلميذات فكرة جميلة يا أستاذة، كلنا نريد مرافقتك. المعلمة علينا أن نلتزم آداب الزيارة، فمن تذكرنا بها؟ هند من آداب الزيارة أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة. شهد أن نقرع الباب بهدوء. فاطمة أن نسلم ثم نجلس في المكان المعد للضيوف. أمل أن ندعو لها بالشفاء العاجل ولا نطيل البقاء ونستأذن قبل انصرافنا. وصلت الزائرات إلى منزل وفاء وقرعنا بابه بهدوء، سلمنا عليها ودعونا لها بالشفاء العاجل وجلسنا قليلا ثم انصرفنا. وبعد أيام شفيت وفاء وعادت إلى مدرستها بصحة وسلام وأمن واطمئنان. نبدأ نناقش الدرس سويا يا شباب. أول شيء يا شباب بيقول لي غابت، هذه فعل وبها مد بالألف، وهناك فرق بين العين والغين. العين ما عندها نقاط، الغين عندها نقطة فوقها. ثم وهذه فعل يا شباب ومختومة بتاء التأنيث، لماذا؟ لأن وفاء مؤنثة، ما ينفع أقول غاب وفاء، فلا بد أن أقول غابت وفاء. غابت وفاء، وفاء يا شباب مختومة بألف التأنيث الممدودة، ودي من علامات التأنيث. لو نقول وفاء شيماء أخرها همزة قبلها ألف. وفاء غابت وفاء عن المدرسة، لماذا غابت وفاء عن المدرسة؟ سوف نعلم بعد ذلك إن شاء الله.
غابت وفاء لأنها كانت مريضة. طيب ماذا فعلت المعلمة؟ ما الواجب علينا عندما يغيب زميلي عن المدرسة؟ أسأل عنه، أطمئن عليه، أتصل عليه بالهاتف، وسأبلغه الواجبات. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم التعاون والمحبة بين الجميع. فسألت المعلمة عنها، المدرسة بها لام قمرية، جمع كلمة المدرسة المدارس، طبعا عن يا شباب من حروف الجر، حروف الجر اللي هي من إلى، عن على في الباء الكاف اللام، المدرسة مكتوبة مربوطة. فسألت، مضاد لكلمة فسألت إيش يا شباب؟ أحسنتم، أجابت. فسألت مضادها أجابت، فسألت مختومة بتاء التأنيث أيضا. طب ليه يا أستاذ أنت حضرتك قلت إن التاء التأنيث بيكون عليها سكون؟ نعم. طب ليش عندها كسرة هنا؟ أقول له يا شباب لأن اللغة العربية تكره التقاء ساكنين، اللام ساكنة، فسألت ال هنا ساكن وهنا ساكن، اللغة العربية تكره التقاء ساكنين، فكسرنا الأول وبقي الحرف الثاني كما هو. المعلمة طبعا جمعها المعلمات، المعلمة مثنى مفرد، المثنى منها المعلمتان، جمعها المعلمات. طيب بها لام قمرية وأيضا بها تاء مربوطة، تنطق تاء عند الحركة وهاء عند الوقف، فنقول فسألت المعلمة عنها، إذا وقفنا عليه نقول المعلمة. فعلمت، علمت أيضا عرفت مختومة بتاء التأنيث، علمت عكسها إيش يا شباب؟ أحسنتم، جهلت، بارك الله فيكم. فعلمت أنها مريضة في المنزل، فعلمت أنها مختومة بألف في المد في نهاية الكلمة، وهذه بها همزة قطع، مريضة، فعلمت أنها مريضة، متعبة، مريضة، تعاني من آلام في جسمها. طيب هناك فرق بين الضاد والظاء، هذه ضاد يا شباب مريضة وبها مد بالياء، وإن اشترطنا يا شباب أن عند المد بالياء لابد أن يكون حرف المد ساكنا وما قبله مكسورا، شوف الراء تحتها كسرة، ومكتوبة مربوطة وبها أيضا تنوين ضم. فعلمت أنها مريضة في المنزل، في طبعا حرف جر، المنزل جمعها المنازل وبها لام قمرية، والحرف الساكن ينطق مع ما قبله، شايفين يا شباب هذه الألف واللام، وبها أيضا همزة وصل، أي كلمة في ألف واللام قلنا تبدأ بهمزة وصل. المعلمة، هذه الكلمة يا شباب بها لام قمرية، أحسنتم بارك الله فيكم، وبها أيضا تاء مربوطة وبها همزة وصل، وهذه الكلمة تدل على اسم، أي كلمة فيها ألف ولام اتفقنا أنها تدل على اسم، والعين في وسط الكلمة تكون مطموسة هكذا يا شباب، جمعها المعلمات. المعلمة، هذه يا شباب نقطة اسمهم نقطتان رأسيتان، هذه اسمها نقطتان رأسيتان فوق بعد كده يا شباب، بيسموهم نقطتان رأسيتان، حينما أجد هاتان النقطتان أقف عندهما. سأزور وفاء، سأزور طبعا فعل، سأزور بها مد بالواو يا شباب، سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء. معظم الأولاد يا شباب بيغلطوا في كلمة إن شاء إلا حالها وشاء الحالها، لا تكتب على بعضها، إن بهمزة قطع، وإن اتفقنا يا شباب أن همزة القطع عبارة عن ألف فوقها أو تحتها همزة، وهنا الهمزة تحت يا شباب، هي يا شباب شايفينها كلنا، هذه همزة قطع، والحرف الساكن ينطق مع ما قبله. شاء فعل، الله لفظ الجلالة يا شباب مخطوعة بها ليس عليها نقاط وبها لامين، تبدأ بلامين يا شباب، وبها أيضا همزة وصل. هذا المساء، هذا تسمى اسم إشارة يا شباب، هذا تسمى اسم إشارة، هذه تسمى اسم إشارة، إن شاء الله هذا المساء، المساء إن شاء الله هذا المساء، المساء يا شباب عكسها الصباح وبها همزة وصل، أحسنتم بارك الله فيكم، وبها لام قمرية وبها مد بالألف ومنتهي بهمزة على السطر يا شباب. المساء بهمزة قطع بهمزة وصل يا شباب في الأول، وهذا تدل على اسم، ومضادها الصباح. فمن منكن
من يا شباب هذه تدل من أدوات الاستفهام من، فمن من كنا تستطيع مرافقتي، فمن من كنا تستطيع مرافقتي، فمن من كنا تستطيع مرافقتي، من تستطيع أي تقدر، من قلنا يا شباب من أدوات الاستفهام تسأل عن إنسان عاقل، من كنا تستطيع مرافقتي، تستطيع أي تقدر، وبها مد بالياء. وقلنا يا شباب الفعل المضارع يؤنث بوضع تاء التأنيث في أوله، والفعل الماضي يؤنث بوضع تاء التأنيث في آخره. نقول مثلا استطاعت، هنا تستطيع مد بالياء والعين مطموسة في نهاية الكلمة. مرافقتي كانت مرافقتي يا شباب أي تأتي معي، تكون رفيقة لي في هذا الطريق، في هذا، في هذه الزيارة. بها مد بالألف، هذا يسمى حرف المد، وما قبله يسمى الممدود، وبها أيضا مد بالياء في نهاية الكلمة. والقاف والفاء يا شباب، الفاء عندها نقطة واحدة، لكن الفاء عندها نقطتين، والتاء عندها نقطتين فوق، عكس الياء عندها نقطتين تحت. فمن من كنا تستطيع مرافقتي. التلميذات، هذه كلمة مهمة جدا يا شباب، هذه تدل على الجمع، جمع مؤنث مفردها التلميذة وجمعها التلميذات. أيضا يا شباب هذه كلمة بها لام شمسية، خلاص بها لام شمسية، واللام الشمسية قلنا الحرف الذي يأتي بعدها يكون مشددا، إما شدة وكسرة، وإما شدة وفتحة، وإما شدة وضمة. بها مد بالياء، بها مد بالألف، مختومة بتاء مفتوحة، والتاء المفتوحة يا شباب تنطق تاء عند الحركة وتاء عند الوقف، غير التاء المربوطة تنطق تاء عند الحركة وهاء عند الوقف، وأيضا بها همزة وصل تدل على اسم. بعد كلمة التلميذات في نقطتان رئيسيتان لابد نقف عندهم يا شباب. فكرة جميلة يا أستاذة، فكرة جميلة يا أستاذة. فكرة جمعها أفكار، هذه مفرد جمعها أفكار، المثنى منها فكرتان، فكرة وفكرة، فكرتان أو فكرتين، جمعها أفكار، جمعها أفكار. جميلة عكسها سيئة، قبيحة، رديئة. مختومة بتاء مربوطة، كلمة فكرة مختومة بتاء مربوطة يا شباب، وبها تنوين ضم. جميلة أيضا بها مد بالياء وبها تنوين ضم، وأخير مختومة بتاء مربوطة. فكرة جميلة يا أستاذة. يا هذه يا شباب من أدوات النداء، يبقى يا أستاذة أو على أسلوب نداء، يا أستاذة، يا محمد، يا خالد، يا فارس، يا إبراهيم، يا أنس، وهكذا يسمى أسلوب نداء. يا أستاذة، كلمة أستاذة بها همزة قط، بها مد بالألف، مختومة بتاء مربوطة. كلنا نريد مرافقتك. كلنا تدل على الجمع، كلنا وبها مد بالألف في نهاية الكلمة. نريد هذه يا شباب بها مد بالياء، هذا يسمى حرف المد، وهذا الذي قبله يسمى الممدود. نريد لو زودنا نقطة هنا يا شباب تصير تريد، لو شلنا نقطتين من فوق وحطيناهم تحت تصير يريد، وهنا أيضا نريد. طب لو شلنا النقطة هذه وحطيناها تحت تصير بريد، بريد، وهذا يدل على فعل. كلنا نريد، نود، كلنا نريد مرافقتك، نريد، كلنا نريد مرافقتك، أي نأتي معك يعني، بها مد بالألف، بها مد بالألف، والحرف الراء هذا يسمى الممدود. المعلمة، قلنا اتفقنا شرحناها قبل ذلك، وقلنا بها همزة وصل، بها لام قمرية، بها تاء مربوطة تنطق تاء عند الحركة وهاء عند الوقف، بها حرف مضاعف أو بيسموه حرف مشدد اللي هو اللام، عبارة عن حرفين، حرف الأول ساكن والثاني متحرك، العين في وسط الكلمة مطموسة. جمع كلمة المعلمة المعلمات، هذه الكلمة تدل على اسم. المعلمة،
علينا أن نلتزم آداب الزيارة، علينا نحن جميعا أن نلتزم أن بها همزة قطع، هذه همزة قطع يا شباب، والحرف الساكن ينطق مع الحرف الذي قبله. نلتزم هذه فعل، هذه فعل يا شباب، وقلنا الفعل لعلامات والاسم لعلامات، علينا أن نلتزم آداب الزيارة. آداب قلنا مفردها أدب. الزيارة هذه يا شباب بها لام شمسية، بها همزة وصل، بها مد بالألف وليس بها مد بالياء، بها تاء مربوطة في نهاية الكلمة، وجمعها الزيارات، بها حرف مضاعف، وهذا يدل على اسم. آداب الزيارة، فمن تذكرنا بها؟ قلنا هذه يا شباب تسمى، يسمى أسلوب استفهام. فمن تذكرنا بها؟ من بتسأل عن إنسان عاقل، تذكرنا بها أسلوب استفهام. هند هذا الاسم يا شباب مؤنث ساكن الوسط، هند باتنون ضم، حرف الساكن مع ما قبله، هند وأقف عند نقطتين رصيتان. من آداب الزيارة، من آداب الزيارة، من آداب الزيارة أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة، أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة. يبقى أول آداب من آداب الزيارة أن نستأذن ونخبرهم أننا سوف نأتي لزيارتكم، إن كان الوقت يسمح عندكم سوف نأتي، وإن كنتم غير موجودين فلن نأتي، أو الوقت غير مناسب فلن نذهب إليهم. نخبر وفاء، قلنا وفاء يا شباب مختومة بهمزة على السطر، همزة على السطر وهي مد بالألف. أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها بها مد بالألف مرتين، هذه ألف وهذه ألف في نهاية الكلمة، والهاء في وسط الكلمة يا شباب غير الهاء في أول الكلمة، وبها مد بالألف وليس هناك مد بالياء. برغبتنا في زيارتها وموعد الزيارة، موعد جمعها مواعيد، جمع كلمة موعد مواعيد، الزيارة جمعها الزيارات. شاهد كلمة بها تنوين بالضم، تنوين ضم يا شباب، قلنا التنوين عبارة عن نون تنطق ولا تكتب، نون كذابة، نون خداعة، توضع على آخر في حرف في الكلمة، وهذه كلمة ساكنة الوسط، الشين مع الهاء يا شباب، أو الشه دن عند تقطيعها إلى مقاطع صوتية، نكتب الشين مع الهاء والدال لحالها في نهاية الكلمة. أيضا يا شباب الهاء في وسط الكلمة، انظر ولا ننسى النقاط، حكمة شهد، شهد أن نقرع الباب بهدوء، نقرع أي نطرق، نقرع أي نطرق، نطرق الباب بهدوء. أن قلنا يا شباب بها همزة قطع والحرف الساكن مع ما قبله، نقرع هذه الكلمة تدل على فعل، والقاف عندها نقطتين، والعين في وسط الكلمة، شايفين يا شباب غير العين في وسط طول الكلمة، غير العين في وسط الكلمة. أن نقرع هذه تدل على فعل، هذه الكلمة تدل على فعل، أن نقرع نترك، يعني كلمة نقرع معناها نترك أو ندق. الباب بها لام قمرية وبها همزة وصل وبها مد بالألف، والباء في وسط الكلمة غير الباء في نهاية الكلمة، شوف النقطة حق الباء تحت السنة، لكن في نهاية الكلمة بنضعها في وسط الحرف كده يا شباب. جمع الباب، أحسنتم بارك الله فيكم، الأبواب. أن نقرع الباب بهدوء، هدوء يا شباب بها مد بالواو ومختومة بهمزة على السطر وبها تنوين كسر. طب عكس كلمة هدوء أو مضاد كلمة هدوء هو إزعاج، ضوضاء، سوي إزعاج لآخرين، عكس الهدوء الضوضاء أو الإزعاج. طبعا هدوء، هدوء هذه اسم، والباء هذه قلنا عليها من حروف الجر، بهدوء وبها مد بالواو، هذا يسمى حرف المد، وما قبله يسمى الممدود. أن نقرع الباب بهدوء. فاطمة، الفاء يا شباب عندها عمود وقف عليه وعندها نقطة واحدة وبها مد بالألف، والألف حق الطاء مو بعدها ولا في وسط ولا في أولها كده، في نهاية الطاء. فاطمة والألف يا شباب، شوف التناسب والتناسق بين الألف حق الألف هذه والألف حق الطاء في مستوى واحد.
فاطمة مكتوبة بتاء مربوطة، هذه اسم ومكتوبة بتاء مربوطة والتاء مربوطة تنطق تاء عند الحركة وهاء عند الوقف. فاطمة نضطر الصيتان نقف عندهم، أن نسلم ثم نجلس في المكان المعد للضيوف. أن نسلم نلقي السلام أولا، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، يبقى أول شيء نسلم عليه ألقي السلام. ثم نجلس، ثم من أدوات العطف نجلس، هذه فعل نجلس، حط نقطة هنا كمان تصير تجلس، حط نقطة تحت نقطتين تحت يجلسوا. ثم نجلس هذا يدل على فعل، في المكان المعد للضيوف، المكان بها مد بالألف وبها لام قمرية، جمع المكان الأماكن أو الأمكنة، جمع كلمة المكان الأماكن أو الأمكنة، الناس في مكان المعد للضيوف، المعد أي المجهز، مكان معد بنسميه المجلس عندنا يا شباب، المعد المجهز لاستقبال الضيوف أو الناس الذين يأتون من خارج البيت، أيضا بها همزة وصل وبها لام قمرية وبها حرف مضاعف والعين في وسط الكلمة مطموسة. معد لمن؟ هذا مكان معد لمين؟ للضيوف، للضيوف بها لامين يا شباب، بها لامين، بها مد بالواو وليس هناك مد بالياء، لأن المناسب للياء هو الكسرة، لكن الحرف اللي قبلها عليه ضمة. المعد للضيوف المجهز للضيوف، والفاء في نهاية الكلمة غير الفاء في أول الكلمة، غير الفاء في وسط الكلمة. فاطمة أن نسلم ثم نجلس في المكان المعد للضيوف، حتى لا يطيل عليكم يا شباب، أعتقد أن الوقت طول شوية، معلش هنكمل في الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هدانا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والرشاد، ووفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، سعدت بكم على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.